مرحبا وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا في ثقافة. تستحوذ الأفلام القصيرة في المهرجانات العالمية مؤخرا على مساحة واسعة، وغالبا ما يخصص لهذا النوع الفني مسابقة وجوائز خاصة به، ما يجعل العديد من الأسماء الشبابية تتألق، خاصة أن الأفلام القصيرة يمكن إنتاجها بميزانيات قليلة مقارنة بالأنواع السينمائية الأخرى. عربيا يستثمر السينمائيون الشباب في الأفلام القصيرة التي يتم إنتاجها بصفة مستقلة دون انتظار تمويل حكومات بلدانهم، ما جعل بعض الأسماء العربية في هذا المجال تبرز، منها اسم ضيفنا المخرج المصري مراد مصطفى الذي ينافس بفيلمه القصير عيسى أو أعدك بالفردوس هذا العام في مسابقة أسبوع النقاد للدورة 76 من مهرجان كان السينمائي. مشاهدينا، للحديث عن تفاصيل هذه المشاركة أرحب من فرنسا بالمخرج السينمائي المصري مراد مصطفى. أهلا وسهلا بك وألف مبروك على هذه المنافسة والتواجد في مهرجان مثل مهرجان كان. الله يبارك فيك وشكرا على الاستضافة. جدا شكرا. إذا تشارك في أسبوع النقاد في دورة كان المقبلة التي ستكون ماي القادم، كيف ترى هذه المشاركة وماذا تعني لك هذه المشاركة؟ يعني طبعا شرف لأي حد أن يكون متواجد في مهرجان كان، وده فيلم الرابع وأنا كان ليا 3 أفلام قبل كده قصيرة بس لم يحظوا بالمشاركة في مهرجان كان، فطبعا يعني حاجة بالنسبة لي كبيرة جدا، خاصة ان انا كمان السنة اللي فاتت كنت متواجد في مهرجان كان في لافابريك السينما دي موند اللي هو مصنع سينما العالم او البلاتفورم اللي فيها كونكشن بين البروفيشنالز، فانا شفت قد ايه المهرجان حاجة فعلا كبيرة جدا جدا. للإشارة فقط وباختصار، هذا الفيلم فيلم عيسى يتطرق لقصة مهاجر إفريقي يتواجد في مصر وعمر هذا الطفل 17 عاما. نكتفي بهذا القدر بالتعريف عن العمل في انتظار رؤيته في مهرجان كان هذا العام وأيضا في صلاة العرض العالمية وكذلك العربية. طيب، قبلها قدمت العديد من الأعمال الناجحة، إن لم تشارك في كان فهي شاركت في مهرجانات أيضا عالمية ودولية، لكن ما الذي يميز فيلم عيسى عن غيره من الأعمال التي قدمتها سابقا؟ يعني والله أنت كصانع فيلم ما بتبقاش عارف قوي يعني ليه فيلمك ممكن يختير في كان أو لأ، يعني بتبقى هي حسب برضه قسم البرمجة أو قسم الاختيار يعني، وحسب ايه نوع الافلام اللي متقدمه معاك. ف الحظ كان كويس ان احنا قدمنا بدري كمان، لان انا كنت مخلص الفيلم من شهر ديسمبر، فكان في وقت كويس ان النسخه تبقى خلصانه وجاهزه للتقديم لكان. أغلب الأعمال التي قمت بإخراجها مراد مصطفى شاركت في مهرجانات دولية، خاصة التي تقام في فرنسا، ما أهمية هذه المشاركات بالنسبة للأعمال وبالنسبة لمسارك المهني؟ يعني شيء مهم جدا ان فيلمك يتعرض للعالم كله ويبقى فيه كونكشن بينك وبين كل صناع الافلام اللي في العالم وكل المنتجين والموزعين، ده بيفتح افق جديد عامه للسينما العربيه والمصريه، فيعني مهم جدا ان احنا نبقى متواجدين طول الوقت في محافل دوليه. ألا يشكل ذلك الضغط بالنسبة لك كمخرج أن كل عمل ستقوم بإخراجه بعدها سيسلط عليه الضوء الكثير؟ يعني عايز أقولك أن طول الوقت دلوقتي السينما المصرية هي تحت بؤر الضوء، بالذات أن مع مشاركة أي فيلم مصري كان كل العيون بتبقى يعني بتفوكس على الفيلم، بيزيدك مسؤولية أكتر، يعني إن أنت إزاي بتبقى عايز تركز طول الوقت تعمل فيلم أحسن من اللي قبله،
بس كمان في نفس الوقت بيخلق نوع من التحدي جواك كمخرج. أن نبقى دوما في مهرجان كان. مراد مصطفى، أنت لا تنافس فقط في مسابقة أسبوع النقاد، إنما تشارك في المهرجان وتعمل على تطوير مشروعك الروائي الطويل الأول، هل يمكن أن تحدثنا أكثر حول هذا الموضوع؟ أنا موجود دلوقتي في باريس من شهر مارس اللي فات، بسبب إن المشروع اختير في برنامج السيني فوندوسيو اللي هو البرنامج التابع اللي كان في تطوير المشاريع السينمائية. هو برنامج مدته 4 شهور قام في باريس، وبيبقى فيه زي عرض تقديمي للمشروع في كان للخبراء والبروفيشنالز والمنتجين والماركت اللي في كان يعني. طيب بالمجمل ما اسم هذا العمل وأيضا فكرته الأساسية؟ اسمه عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن. هو فكرته الأساسية هو عن الأفريكان كوميونيتي في مصر برضو، بس بطلته فتاة صومالية بتشتغل في الرعاية الصحية، وبنشوف رحلتها خلال عملها وخلال حياتها في مصر. طيب ما أهمية أن يتبنى مهرجان كان هذا المشروع بالتحديد؟ يعني هي إحنا روحنا تقريبا كتير معامل تطوير وأسواق مهرجانات، بس الحقيقة إن مهرجان كان يتبنى كمان المشروع، فهو خطوة داعمة للأمام أكتر. يعني هي مش خطوة، هي الحقيقة عشرات الخطوات. صح. وبالنسبة لي هيبقى مهم جدا، لأن إحنا محتاجين نخلص تمويل ونصور قريب، فهيبقى في شيء من المصداقية أكبر إن مهرجان كان كمان داعم الفيلم، داعم المشروع. فكنا محتاجين جدا في اللحظة دي حاجة كبيرة تحصل لمشروع زي كده. المتابع لمسارك كمخرج مراد مصطفى يلاحظ أن الهجرة هي تيمة أساسية في مختلف الأعمال التي تقدمها، لماذا التركيز على هذه التيمة والموضوع بالتحديد؟ هو يعني الحقيقة ده أول فيلم يعني يبقى فيه فكرة الهجرة أو كده، لكن من يعني أول فيلم أنا عملته هنة ورد هو كان عن سيدة سودانية برضو، في أجواء احتفالية في يوم حنة في بيت مصري. بس هو الحقيقة أن الموضوع مش عن الهجرة، لكن هو عن إزاي إحنا ممكن نشوف المجتمع المصري بشكل مختلف أو بعيون مختلفة. مش طول الوقت عندنا يعني حواديت بس وحكايات عن المصريين، لا، إحنا ممكن نشوف المجتمع المصري بعيون مختلفة، لأن إحنا عندنا جنسيات كتير عايشة معانا وليهم حكايات وليهم اختلاط بالمجتمع. فكان بالنسبة لي مهم إن أنا أبريزنت المجتمع ده بشكل مختلف المرة دي، أو من وقت يعني حنة ورد. لكن كمان عندي أفلام تانية أبطالها مصريين عادي. أبطالها مصريين، أيضا شاركت في عدد لا بأس به من الأعمال والأفلام والمسلسلات، أكيد سنفصل فيها بعد قليل، كانت صفتك فيها مساعد مخرج. طيب ما هي المواضيع الأخرى التي تستفز مراد مصطفى لكي يناقشها سينمائيا؟ يعني أنا طول الوقت بحس إن يعني إيه اللي بيحصل حواليا في اللحظة دي هو ده اللي بيأثر فيا، يعني لأن أنا كمان ما خدتش وقت في صناعة الأفلام. الأفلام اتعملت في وقت قصير، تقريبا 4 أفلام في 2.5 سنين أو 3، فبحب جدا إن لما أتأثر بشيء حاصل حواليا إني أحكيه وأعرضه في شكل فيلم سينمائي. لكن المواضيع أنا يهمني دايما فكرة الإنسان أو فكرة الحواديت الإنسانية جدا الاجتماعية اللي ممكن تلمس أي حد يتفرج على الفيلم مهما كانت جنسيته أو انتمائه يعني. طيب كمخرج شاب ومن المنطقة العربية، كيف كانت رحلة إنتاج هذه الأعمال وتمويلها؟ الحقيقة إن الـ3 أفلام الأولانيين قبل عيسى كانوا كلهم إنتاج ذاتي،
لان كانت ميزانيتهم اقل كمان من كده، لكن عيسى كانت الميزانية كبيرة شوية، حتى خدت وقت شوية في ان احنا ندور على الفلوس دي عشان نعمل الفيلم، وكمان احنا واخدين دعم من مهرجان برلين والتالنتس بتاعت برلين لتطوير المشروع، وواخدين دعم كمان من مؤسسة الدوحة للأفلام، وساعد جنب ده منتجين كتير في مصر كانوا يعني داعمين للمشروع جدا، طبعا اولهم المنتجه سوسن يوسف، ريد ستار، فيلم كلينيك. فانا يعني كمان كنت محظوظ ان معايا شركات هي يعني ليهم اعمال هامه في اخر 10 سنين في مصر يعني او في الوطن العربي. فالتمويل خد وقت شويه، بس يعني المره دي كانت غير قبل المرات الافلام اللي قبل كده بسبب ميزانيه الفيلم يعني. ميزانيه العمل دوما ما تفرط. طيب، الملاحظ ايضا في مسارك الابداعي كمخرج يجد الكثير من الاعمال والتقارب مع سوسن التي قامت بمساعدتك في انتاج هذا العمل. الفريق الذي تعمل معه كم هو مهم اليوم لكي تتفقوا على الخطوات الأساسية بالنسبة للعمل وأيضا الرؤية الإخراجية والإنتاجية، وما الهدف من أي عمل تقومون به؟ الحقيقة أنا فريق العمل ده بشوف إن هو شيء مهم جدا، لأن أنت إزاي لما بعد فيلم اتنين تلاتة بتبدأ إن أنت تكون فريق يفهمك ويصدقك ويبقى فعلا داعم ليك، ده شيء مهم جدا، لان الفيلم هو زي ما حضرتك عارف هو مجموعه عناصر بتتشكل فبتكون فيلم. ففكره التجانس او التناسق ده بين العناصر كلها كان شيء مهم جدا بالنسبه لي. فانا الحقيقه من اول فيلم لحد النهارده انا تقريبا محافظ على الكرو بنسبه 90% بالذات العناصر الاساسيه يعني، زي المونتير، مدير التصوير، طبعا البروديوسر. فده مهم جدا ان انت ازاي يبقى وراك تيم مصدقك وفاهمين بعض خلاص. طيب، ماذا عن أبطال هذه الأعمال التي تقوم بإخراجها؟ دوما أنها أبطال من جنسيات مختلفة، سودانية أو غيرها من الجنسيات، كيف يتم التعامل معها؟ وهل هناك توافق أيضا خاصة فيما يخص فيلم ورد حنة؟ أعتقد أن هناك قصة خاصة وراء هذا العمل أيضا. يعني انا بفضل دايما اشتغل مع الغير ممثلين او الغير محترفين، فانا طول الوقت الناس اللي بشتغل معاهم هي ناس حقيقيه. حنة ورد طبعا هي ست حنانه بجد، ودي بنتها بجد، فده بيدي مصداقيه اكتر للعمل، غير فكره الممثلين المعروفين او كده ما بتبقاش مستحبه بالنسبه لي، لان اوريدي بتبقى الناس عارفاهم، هم عملوا حاجات كتير قبل كده. لكن لما بيبقى في فكره الفريشنس دي في التمثيل بالذات بتبقى مهمه جدا، لانها بتطلع مشاعر حقيقيه وجديده جدا على الشاشه، انت كمخرج بتستقبلها بشكل فريش جدا، فبتعرف تقول حاجه منها. فانا دايما بعتمد على الغير ممثلين او على الناس اللي هي بتبقى بتمر في الكادر من بعيد كده، فده بيبقى دايما الاعتماد اكبر على ده، وبعمل كاستنج باخد فيه وقت يمكن طويل جدا. اكتر مرحله بالنسبه لي بتكون مرهقه او واخده وقت هي مرحله اختيار الممثلين دايما والبروفات معاهم. صح. طيب، اشتغلت كمساعد مخرج في عدد من الافلام منها سعاد الذي حقق نجاحا كبيرا، وكنت فيه مساعد مخرج ايضا فيلم نواره ومسلسل لدي اقوال اخرى. هذه التجارب الكثيره بالنسبه لك كيف خدمتك في مشوارك الابداعي كسينمائي وكمخرج سينمائي؟ انا اشتغلت مساعد مخرج تقريبا من 2009 لحد من سنتين، اللي هو كان اخر فيلم عملته كان سعاد لايت ان امين، واللي حظى باختياره في مهرجان كان طبعا. في الفتره دي الحقيقه انا اتعلمت كتير جدا جدا، لان انا مش خريج معهد سينما
ولا درست في يعني في اي مكان زي معهد السينما العالي في مصر او كده. فانا كل يعني تجربتي كانت بشكل عملي جدا من شغلي كمساعد مخرج، واشتغلت في مسلسلات كتير وافلام، فده كان طول الوقت بيخليني اعمل مخزون جوايا مها يعني ليه علاقة بالحرفة او ليه علاقة بالتجارب اللي انا اشتغلتها. فهو كان مفيد جدا ان ازاي انت تقدر تشوف صناعة الافلام بشكل عملي، تبقى متواجد في لوكيشن تصوير، ان ده فعلا بيخليك وانت مخرج بيسهل عليك كتير جدا ان انت تبقى عارف كويس كل تفصيلة صغيرة بتحصل حواليك، مين فريق العمل، مين يقدر يحقق ده، مين لأ. فهو يعني اكتساب خبرة من في حتة أخرى يمكن ملهاش علاقة قوي بصناعة الأفلام المستقلة، بس في الآخر كلها صناعة أفلام فبتصب في مكان واحد يعني. أكيد، شكرا جزيلا لك المخرج المصري مراد مصطفى على هذه الدردشة الخفيفة، وتمنياتنا لك بالفوز في مسابقة النقاد. إذا هذه المسابقة التي تشارك فيها بفيلم عيسى لهذا العام. شكرا جزيلا لك. شكرا، شكرا جدا استضاف، مع السلامة. كما أشكركم أنتم مشاهدين على كرم المتابعة، إلى اللقاء.